هو خطاب الوسطية ضعيف، ليس لأنه أولا لأن من يقدمون هذا الخطاب كما قلت لا يوجد بينهم تنسيق، ولا توجد قواعد ومنهجية متكاملة حتى تجعل لهذا الخطاب القوة والشدة المطلوبة. الشيء الثاني هو أن خطاب التطرف سيكون صاعقا لأنه أندى صوتا وأقوى وقعا، لأنه يقتل الناس والعياذ بالله، وخطاب الوسطية ليس كذلك. وسائل الإعلام أيضا بطبيعتها، بطبيعة حب الإثارة، هي دائما ترجح وترشح الخطاب المتطرف على الخطاب على خطاب المعتدل. يعني هنا أذكر يعني شيء على سبيل ربما النكتة، كنت في كندا مرة وكنا نعقد شيء مؤتمر صحفي، فقلت لهم لو قلت لكم إننا سننفجر غدا وسنعمل كذا لطرتم بذلك فرحا وأرسلتني وكالة الأنباء، لكن لما كنت أتكلم عن السلام وعن المحبة فلا أحد سينشر خطابي يعني، فهذا إشكال كبير جدا. علينا أن نوجد صحافة متعاونة، صحافة تشعر بهذا الواجب الإنساني لإنقاذ البشرية. هذا أيضا جانب، الجانب الإعلامي أيضا يحتاج هو إلى فهم وإلى إدراك لحقيقة الخطر الذي يهدد هذه الأمة.